نحن هذا وشم الشباب اللي حاصلين على شهادة البكالوريا العام 2020، ويا واج أتلقينا قرار جائر استهتاري ما قد شفنا عينته لا في البلدان المجاورة لا في البلدان الأوروبية. بن حد كامل بلغ من العمر 25 سنة عنه الجامعة ما لا يقراها، وبما أن القرار يعني مخالف للدستور والقوانين، جينا نحن مولي بطرق سلمية وعدنا وقفات سلمية عدوها دائما قدام وزارة التعليم العالي. ما نكب مويها ولا نزرق حجرة ولا نسد طريق، غير الرد كان شنو رد جواجعة كان على أن ارتسلونا القوات الأمنية وقمعونا القمع الشديد اللي ما كنا نتصوروه. قاية واجعة آخر يوم الثلاثاء الماضي انكسرت رجل إحدى الطالبات، حيث على أن كان يراوغها أحد الشرطة وهي كانت مصورة، ولين انعطبت جواجعة مولي خرصوا ذروها محرها، لأن لين انعطبت أعمار صاحب الشرطة صاحب السيارة اللي دهسها بأنه يقيم تماش عن لا تمثل، وهي رائية حالا طريحة الفراش في مستشفى الكسور لها أسبوع وهي ما فاتوا عدلت للعملية بيها كراحة وارم. ومن هون ومن ذا المنبر ناشدين رئيس الجمهورية بأنه يرفع عنا هذا الظلم، كما أعلننا ملي ناشدين الهيئات الحقوقية أعلنها تتكلم وتخلي عن هذا الصمت، وملي موجهين رسالة إلى ذو العلماء لجلاء أعلنهم يا الله يتكلموا ويا الله ملي يخلوا عنهم ذاك السكوت كامل، والناس كاملها اللي تقدر تساعدنا من قريب ومن بعيد رانا موجهين لهذه الرسالة.